مكنسه كهربائيه محموله متنقله من شركه شاومي بحجم صغير ووزن خفيف هاي شكل المكنسه لو الشكل مو بالشكل المتعودين عليه من الشركات الثانيه اللي يميزها سهوله استخدامها وقوه الشفط فيها شوف مجرد ضغطه تشتغل معك بعد ضغطه تزيد قوه الشفط مثل ما تسمع طبعا هاي المكينة من تحت وهاي الفلتر قدام الشفط تسمع قوه الشفط شلون تقدر تستخدمها على طول دايركت بدون الاكسسوارات او تستخدم الاكسسوار اللي تحتاجه مثلا حق المواتر حق الكيبورد لللابتوب والاجهزه الذكيه الكمبيوتر يعني استخدامات متعدده وبعد تقدر تشل الفلتر وتغسله مو بس تنظف الفلتر من داخل لا يمديك تغسله بعد شوف تنظف الاوساخ داخل تغسل الفلتر ترده مكانه ترده بالمكنسه سكر خلاص طبعا منفذ التايب سي الشاحن المكنسه من ورا ومعاها واير شاحن بمنفذ اليو اس بي او التايب سي تشحن فيه المكنسه كتالوج الاستخدام باللغه العربيه مترجم اللغه العربيه بحيث إنه يوضح لك كل شيء انت مش فاهمه في المكنسه او مثلا اذا تعطلت معاك قوه البطاريه فيها 2000 ملي امبير بطاريتها وايد ممتازه تحصل في موقع سيركت ستور بعض الاستخدامات حق المكنسه تعطيك افكار شلون تستخدمها طرش الفيديو حق شخص محتاج المكنسة متوفرة في قسم أدوات المنزل